ماك بتعصبي ماك بتعصبي والله زلمة هدي كانت مكانة تخلص هدي هاي تخني هاي ولك هاي تخني خلاص طب مع مين خانتك هي يا زلمة هدي هدي انت انت فهمت شو تصيري مع مين خانتك هاي تخني هاي مع مين خانتك انت تسلم تقول لي تطلع معه ولك تطلع معه يا تحاوى عادي عادي بتطلع معه اه بتسلك بدك تطلع معه اه طب شو بدك احسن من هيك شو انت بدك احسن من هيك شو انت حمار ولا طب مش بس هيك امبارح اتصلت بتقولي تروح اشتري معه هواي واتصلت بتقولي تروح اشتري معه كنسان واتصلت بتقولي تروح اشتري معه ايش اسمه؟ ايه شو هذا؟ مين هو؟ مين هو يا اخي؟ قاعد تتجوزوا خلاص تتجوزوا شو بدك فيي؟ ها تتجوزوا إيه؟ مع مين اللي بتخونك؟ طب قول لي مع مين؟ تطلع معه اليوم كانت طماطة بتسلف فيي معي هو بالله طب مين مع مين؟ مع مين؟ مع مين؟ انت لو بتعرف مع مين بس طب مع مين قول لي مع مين مع مين يعني مع ابوها ابوها بتطلع معه كل يوم ايه ابوها 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 على عيني وراسي ابوها على عيني وراسي خير لما ما يطلعش معها ما حد يطلع معها خير ابوها ما يطلعش معها هذا ابوها ما قصيش ابوها ما يطلعش معها مش تطلع معه غلط فش ابوها ابوها على عيني وراسي ما حد ما يطلعش معها طب لو خلتك معي عادي خير لو خلتك معك عادي انت صاحبه وحبيبه وانا بعرف عنك كل شيء انت معي كل شيء 24 ساعة انت معي خيي بعرف عنك كل شيء خيي تخونك خيي معي معك انت يعني ما بتعرف شو اسمه لما مع ابوها خيي بعدش عنه شيء ما تطلعش معه اه ما تطلعش معه معك انت على عينه وراسه بس هذا ابوها يا عمي